أيها الأفارقة الجلابية، أنا جيت عشان أنشلكم من الجهل والتخلف والرجعية اللي انتوا عايشين فيها دي. من النهاردة هتخشوا عالم الحداثة والعلمانية، هتشوفوا النهضة والتطور والتحضر. ترجم كل اللي قلته لو سمحت. هكون مطاطة بس كده؟ ما انت فاكره؟ أول حاجة لازم تتعلموها مفيش سرقة، السرقة كخ كخ. أيوة هسرق إيه وليه أساسا؟ كل حاجة هنا للجميع، اللي عايز ياكل من الشجرة بيقطف منها، واللي عايز حيوان بيصطاده، واللي عايز أرض بيزرعها. طب الأغنياء موافقين على الكلام ده؟ مفيش بين أغنياء أساسا، اللي عايز حاجة بياخدها، والخير هنا بيكفي الجميع وزيادة. مش محتاج الواحد ياخد أكتر من حاجته، لأن مفيش خوف من بكرة، لأن الخير موجود. ليه أكدس من حاجات وأنا أوريدي عندي كل يوم اللي أنا عايزه؟ أنتم كده مجتمع متأخر بربري وحشي. من النهاردة هنطبع لكم فلوس تتعاملوا بيها بينكم من بعض. هنعمل بيها إيه؟ تبيعهم وتشترون بيها. ايه بس احنا ما بنبيعش ولا بنشتري حاجة، لو عوزنا حاجة بناخدها من الخير اللي موجود في كل حتة. طب لو حبيت تعمل ديكور جديد للخيمة محتاج تشغل لواحد يعني وتديله أجره، فانت محتاج فلوس عشان تدفعها تمن عمولته، ولا ده كمان بتلاقيه على الشجرة؟ لا، ولكن في تبادل خبرات بيننا، يعني جاري بيساعدني في بناء خيمتي وانا بساعده في رعي حيوانات. فهمت. طبعا عايز منكم شويه شباب كده صحتهم حلوه، اديهم سلاح ويبقوا هم المسؤولين عن الارض وعن املاككم وعن امنكم، وهيبقى اسمهم الدوله، واجب عليكم احترامهم واحترام اوامرهم، ومن يخالفها يبقى بيخالف القانون وهنطلع عين امه. بس بموجب القانون طبعا، لان احنا الناس بنحترم القانون جدا. لا لا شكرا، مش عايزين حكومه. لو في خلاف بيحصل بيحكم فيه اكبرنا سنا والكل بينصالي بدون سلاح وبدون ما يتملكونا. والله بعذر لك جهلك، انت مش عارف يعني ايه دولة متحضرة. بص انا هديك امثلة خفيفة عشان تعرف قد ايه انتوا مش عايشين. شايف ده؟ ده ايه؟ ده اسمه تليفون، ممكن تكلم حد من اي حتة في العالم، كل محتاج اكلمه حوالي، مش محتاج جهاز يخلينا اتوصل بيه. متشكر كده. وده كمان عربية توصلك لأي حتة في العالم. من قلت لك كل حاجة محتاجة ان كان ناس او غيرها ما حواليا. طب بص ده اسمه موبايل، مش زي التليفون. لا 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 لا، ده فيه سوشيال ميديا، كل يوم تتعرف على ناس جديدة وتكون صداقات جديدة، ودي عملت مقلب في الجزء، وده نزل المية بدون ما يتبل، وحاجات جامدة قوي. والله احنا كل يوم بنتجمع بالليل وبنتبادل احاديث وبنعمل حفلات كمان، فمش محتاجين السماجة اللي انتوا عايشين فيها دي بصراحة. يعني مفيش اي حاجة من بضاعتك عجبتك يعني؟ همشي كده بدون ما تنفعني يا راجل برضو؟ يا حبيبي والله انا ما عايز ازعلك، بس بصراحة كل الحاجات اللي معاك يعني تافهة وبتاعت اطفال بصراحة. لف 100 سنة كده وعدي عليها، يمكن انا حاجة ساعتها اخدها منك فعلا. ماشي؟ ماشي يا مان. يلا يا حبيبي، يلا يا بابا، يلا يلا حبيبي، سلام سلام، يلا يا بابا، يلا يلا حبيبي.